السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح اشرح شلون بنخفي اشعارات تطبيق معين على هاتفنا. يعني مثلا اذا عندي تطبيق مثل الفيسبوك او الواتساب او التليجرام، ما بدي يوصلني اشعارات عليه، يعني ما يطلع لي اشعارات هون ولا حتى يطلع صوت لهي الاشعارات. يعني مثلا نحن مشتركين بمجموعة واتساب او مجموعة تليجرام او يعني على الانستغرام، يعني تليجرام اي شيء، وعم تجينا رسائل بكميه كبيره. بدي اوقف فقط هذا التطبيق، يعني ما يعود يجيني منه تطبيقات، حتى اليوتيوب، يعني حتى اي شيء ماسنجر، فينا نوقف برنامج معين او برنامجين فقط وما يتوقفوا البرامج الثانيه، وهيك نحن راح نرتاح من مشكله كبيره. طبعا شرح الخطوه سهل وبسيط وبدون برامج، ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. كما ذكرت رح هلأ اشرح خطوة لإيقاف صوت تطبيق معين أو إشعار تطبيق معين، ولكن قبل ما تابع هذا الشرح بتمنى منكم أول شيء إنه تدعموا قناتي على التليجرام يلي تركت لكم رابطها في أسفل هذا الفيديو. نعم، رح تكبسوا على السهم يلي رح تلاقوه أسفل هذا الفيديو، رح تلاقوا رابط قناتي على التليجرام، بتمنى تتركوا فيها، رح تلاقوا فيها برامج بتفيدكم وشروحات بتفيدكم. طبعا بكل بساطة، نحن لحتى نوقف إشعار تطبيق معين لازم نتبع الخطوة التالية، هي انه نحن رح نتوجه الى الضبط في هاتفنا. هاي الضبط، يعني رح نضغط عليها، وتاني شيء رح نلاقي خيار اسمه الإشعارات. هذا الخيار الإشعارات رح نضغط عليه. بعدها نحن هون لازم ننزل ونحط على عرض الكل، وبكل بساطة نحن رح نبحث عن التطبيق اللي بنريده مثل الفيسبوك. بمجرد إلغاء هذا الإشعار ما عاد يجيني لهذا التطبيق لا إشعارات هون ولا صوت. فينا نوقف واتساب أعمال، فينا نوقف يعني أي شيء نحن بنريده، وهيك خفينا إشعارات تطبيق معين. بتمنى إنه يكون أفادكم هذا الفيديو.